يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصدرية، ممكن تستلمها عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا، لي أنا، أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. أخوي اصبر اصبر. سلامات يا الجار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت إني طالب بر يا أخوي. هات هات، وش دخلك يا أخوي أنت؟ ما تنام أنت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع أنت. سلفت هذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه. شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت، وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي باي. لا لا، بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كده سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنه ما يحبون الكرة. أسمع يا عامر. إي عامر يا أبو. ها وش تبي أنت؟ لا لا، الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح. إيش الهرجة؟ جارنا وضع مريب، أنا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه أصوات غريبة. ها وراك فهيت أنت وياه اللي سويته يا أبويا. إيه بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم، وخصوصا إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، أصوات مواصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامل شو وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفة غير طبيعية، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمة البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف سالفته. يلا مشينا. يلا